السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي، اهلا ومرحبا بكم. النهارده هنتناول بالشرح اول دروس علم النفس وهو الاحساس. الاول قبل ما نخش في دراسه الاحساس عايزين نكون عارفين حاجه مهمه جدا، ان انت السنه اللي فات الترم اللي فات درست يعني ايه مثير، يعني ايه منبه، وكان ضروري جدا جدا انك تدرسه قبل ما نخش على الترم الثاني اللي هي حاجه اسمها العمليات المعرفيه. يعني ايه عمليات معرفيه؟ سريعا كده في دقيقه واحده، يعني ايه عمليات معرفيه؟ قال لك انك في شويه عمليات بتتم في عقلك بتزودك بالمعلومات، بتزودك بالمعارف. العمليات دي عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن احساس وانتباه وادراك وتذكر وتفكير. خمس عمليات معرفيه بتتم في عقلك بتمدك بالمعلومات اللي بتخليك انك ازاي تتوافق مع البيئه اللي انت فيها. اول عمليه عندي بتتم اسمها عمليه الاحساس. ما المقصود بالاحساس؟ قال لك الاحساس تعريفه، قال لك هو العمليه العقليه المعرفيه الاولى. يعني يا مستر مصطفى الاولى يعني هي اول العمليات المعرفيه اللي لازم تتم في عقلك عشان يتم باقي العمليات الاخرى. يبقى العمليه العقليه المعرفيه او الخطوه الاولى. قال لك وهي من العمليات الاكثر تعقيدا، وهنعرف ليه دلوقتي. يبقى بدانا كده الاحساس، قلنا هو عمليه عقليه. طب ليه عمليه عقليه؟ لانه بتتم في العقل، وعمليه عقليه اولى لانه اول مرحله من مراحل العمليات المعرفيه اللي هناخدها دلوقتي. قال لك فهو ابسط العمليات المعرفيه وهو الخطوه الاولى الاكثر تعقيدا. طب ليه يا مستر مصطفى الاكثر تعقيدا؟ قال لك لان هذه العمليه العقليه هي بتقوم بعملية استقبال للمعلومات اللي جاية لي من خلال الحواس. تاني، أنا دلوقتي عندي الحواس بتاعت الخمسة العادية جدا، وبالمناسبة هو مش خمسة، ناخدهم دلوقتي سبعة. أنا بستقبل المعلومات من خلال الحواس بتاعتي، سواء البصر أو الشم أو السمع أو التذوق إلى آخره. الإحساس هنا بيتم من خلال إنك بيستقبل المعلومات من الحواس بتاعتي. طب إزاي؟ قال لك الاول قبل ما نخش في التفاصيل خليك عارف الاول انواع الحواس اللي عندك. رقم واحد قال لك واحد حاسه الابصار والسمع والتذوق والشم واللمس، كل دي الاحساس، كل دي الحواس اللي احنا عارفينها. ضيف عليهم حاجتين ما كنتش تعرفهم قبل كده، اللي هي الاحساس بالحركه. انت لو انت قاعد في مكان وحد حركك سنه فانت بتحس انك اتحركت، ده نوع من انواع الحواس. الحاسه السابعه اللي هي الاحساس بالتوازن، هو انك لو ماشي مثلا على حاجه رفيعه جدا جدا وحاسسك بتميل فبتعدل نفسك، ده اسمه الاحساس بالتوازن. ملحوظه، قال لك هناك ايضا احساسات عضويه جواك بس انت مش حاسس بيها. زي ايه؟ الاحساس بالجوع، الاحساس بالعطش، والاحساس بالارهاق والى اخره. السلايد اللي بعده. مراحل عمليات الاحساس. قال لك الاحساس ليه اربعه مراحل. عشان يتم الاحساس انك تحس باي مثير سواء هواء او صوت او ضوء او اي مثير خارجي لابد تمر باربع مراحل. الاول انا عايز اعرفك حاجه مهمه جدا جدا. احنا كتير قوي عارفين انك لما حد مثلا يحط ايده على كتفك فبتقول له مثلا ده باهر، ده محمد، ده حسين. اولا انت مش عارف، انت ما عرفتش الشخص بعمليه الاحساس، دي فكره غلط عندك تماما. الاحساس بيستقبل المعلومات اللي جاياني من بره في صوره ماده خام. يعني ايه ماده خام؟ يعني ماده العقل لم يتعرف عليها لسه. ده انت بتعرف ده مين في العمليه اللي هناخدها بعد في الدرس اللي جاي، اسمها عمليه الادراك. يعني حط ايده على كتفي، انا بحس بخبطه، بحس بلمسه، بس ما اعرفش ده مين لسه. انا بعرف ده مين في عمليه الادراك، هناخده بالتفصيل كمان شويه. عشان يتم الاحساس انت هتمر باربع مراحل. المرحله الاولى قال لك اسمها مرحله التنبيه والاستثاره. مرحله التنبيه والاستثاره. قال لك لابد علشان يحصل احساس لابد من وجود حاجه انت اصلا تحس بيها. يعني هل ينفع انت تحس بشيء مش موجود؟ لا. يبقى اول حاجه هو ان يكون في مثير او منبه تحس بيه. حد بيصرخ جنبك، صوت سمعته، ريحة برفيوم معينة شمتها، أي مثير أنت تحس بيه. قال لك وهذا المثير لابد يكون على درجة معينة من الشدة. إزاي يا مستر مصطفى يعني؟ يعني لو المثير ده شدته ضعيفة مش هتحس بيه.
ولو شدته قوية برضو مش هتحس بيه. يعني لو حد وشوشك في ودنك كده بصوت واطي جدا جدا هتقوله ايه؟ ايه؟ مش سامع، لانك المثير شدته قلت قوي قوي قوي. كذلك لو حد جاب ميكروفون وحطه في ودنك وزعق بصوت عالي انت مش هتسمع حاجة، انت هتطرش بس مش هتسمع. يبقى لانه عدى درجة معينة من الشدة. يبقى انت عندك المثير لابد يكون على شدة او درجة معينة من الشدة. طيب الدرجة دي اسمها ايه؟ اسمها العتبة. اسمها الايه؟ اسمها العتبة. طيب وتوجد انواع من العتبة. رقم واحد عندك حاجة اسمها العتبة المطلقة. العتبة المطلقة دي يعني ايه؟ قال لك يا مستر مصطفى دي العتبة ان لازم الصوت او المثير يوصل لحدها عشان تحس بيه. طب لو قل عنها مش هتحس بحاجة. وليكن مثلا مستوى الصوت 6 مثلا، يعني 6 ده العتبة المطلقة. لو قل عن 6 ما تسمعش حاجة. لازم يوصل يعني حد أدنى اسمه العتبة المطلقة، ما ينفعش تقل عنه. طب لو قل عنه ولا أكني سمع حاجة. لذلك ساعات مثلا يعني ذرات الغبار اللي انت في الشمس كده تلاقي في ذرات غبار طايره كده، انت لو حطيت ايدك مش هتحس بيها. ليه؟ لان شدتها ما بلغتش العتبه المطلقه. واحد وشوشك او اتنين كده بيودوا جنبيك فانت هتموت وتعرف بيقولوا ايه، مش سامع. ليه؟ لان صوتهم ما بلغش العتبه المطلقه، اقل من العتبه المطلقه. طيب بعد كده بناخد السلايد اللي بعده، العتبه القصوى. العتبة القصوى دي أقصى مستوى من الصوت أنت ممكن توصله، لو عديته مش هتسمع برضو حاجة. اللي هو مثلا احنا قلنا 6 عتبة مطلقة مثلا، نقول 10، لو تعديت 10 مش هتسمع حاجة، اللي هو صوت بقى مزعج بما يؤدي إلى إتلاف عضو أو الحس أو إتلاف الحس نفسها سواء سمع أو بصر. ادي مثال يا عم، مش أنت ساعات لما بتبقى سايق عربيتك أو ماشي على الطريق واحد غشيم ينضرب كشاف في وشك مش بيخليك مش شايف حاجة قدامك. ليه؟ لان مستوى الضوء بلغ العتبه القصوى فانت مش شايف حاجه قدامك. يبقى العتبه القصوى يقصد بها الحد الاقصى من المثير، خلاص. ويترتب على هذا الحد لو بلغته يبقى اتلاف هذا العضو. قال لك ويعجز العضو الحسي عن الاقتراب منه لانه وصل الى اقصى مدائه، خلاص. طيب لذلك ينصح الأطباء بارتداء أو بعدم النظر للشمس أثناء عملية الكسوف، لأن الأشعة اللي واصله لك تتجاوز الحد أو العتبة القصوى. طيب العتبة الأخيرة عندي اسمها العتبة الفارقة، وده معناه قال لك يقصد بها الشعور بالفرق بين مثيرين. ساعات بتبقى أنت مثلا رايح مع ماما أو رايح مع مراتك السوق أو رايح في أي حتة يعني، وشايل شنطة في ايدك، الشنطة فيها مثلا 2 كيلو بطاطس و2 كيلو طماطم، انت شايل الشنطة اهو. فتيجي بابا من غير ما تحس تقوم حاطة ليمونة في الشنطة من غير ما تحس. فانت ماشي عادي جدا من غير ما تحس بأي حاجة. بقوا ليمونتين برضه عادي. راحت حاطة مثلا نص كيلو ليمون، لا بقى ده في حاجة زادت في الشنطة. هنا انت بتحس ان في حاجة غريبة. يبقى لما تحس ان في اختلاف بين المثيرين ساعتها اسمه العتبة الفارقة. مثال أحسن. قال لك لو انت مثلا يعني مثلا لابس تيشيرت او 3-4 تيشيرتات فوق بعضهم، فانت قلعت التيشيرت فينهم، فلا عادي حاسس ان الجو زي ما هو عادي يعني. التاني لا عادي جدا. التالت لا 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 انا بدات اسقع. هنا انت بلغت العتبه الفارقه. يبقى العتبه الفارقه ده قال لك الاحساس بين المثيرات اللي بيخليك انك تحس لا ده فينا كده يا مستر في تغير كده، المثير بدا يتغير، خلاص. يبقى العتبه الفارقة معناها انك تحس ان في اختلاف في المثير. طيب يبقى احنا خدنا كده لحد دلوقتي عشان بس ما ننتوش من بعض، خدنا انواع العتبات، خدنا العتبة القصوى والعتبة المطلقة والعتبة الفارقة. يبقى اول احنا كله على فكرة بالمناسبة احنا ده كله في اول مرحلة، اول مرحلة من الاحساس. يبقى اول حاجة مرحلة التنبيه والاستثارة، هو ان يكون في منبه، بس المنبه خلي بالك ليه شروط، يكون على درجة معينة من الشدة. اه يا مستر انا عرفت، ما يقلش عن العتبة المطلقة ولا يزيد عن العتبة القصوى. حلو قوي. تاني مرحلة قال لك هي مرحلة الاستقبال. لكل عضو من اعضاء جسمنا او لكل حاسة حاجة اسمها عضو حسي مستقبل،
هو اللي بيستقبل المعلومات دي. يعني مثلا قال لك هو عباره عن مجموعه من الخلايا العصبيه تستجيب لنوع معين من الطاقه. مثلا في عينك لو مسير ضوئي في عضو خاص اسمه العصب البصري في عينك هو اللي بيستقبل هذه المعلومات. عارف انت لما تكون انت كمدرس وعندك اسيستنت فهو اللي بيصحح لك الورق، هو اللي بيستقبل الطلبه يدخلهم لك، هو نفس الفكره. طيب لكل حاسه عضوها المستقبل. يبقى انت اول حاجه قلنا وجود مسير، اتنين الاستقبال وهو استقبال المعلومات اللي جاي لك من بره. طب تالت مرحله قال لك تحويل الطاقه. يعني ايه؟ مش احنا اتفقنا يا مستر مصطفى ان العضو استقبل الطاقه اللي جايه لي من بره في صوره خام؟ يعني ايه يا مستر مصطفى في صوره خام؟ قال لك يعني لسه انا ما اعرفش ده ضوء، ده صوت ايه ولا ضوء ايه ولا شكل ايه، لانه لسه خام بالنسبه لي. قال لك تالت مرحله اسمها تحويل الطاقه. يقوم عضو المستقبل الحسي بتحويل طاقه المسير سواء طاقه فيزيائيه او كيميائيه الى نوع اخر من الطاقه سماها الاشارات الكهروكيميائيه. يعني ايه بقى؟ انت بتستقبل كعضو حاسس بتستقبل الطاقات اللي جايه لك من بره، صح؟ احنا اتفقنا ان هي في صوره خام. امال يا مستر ايه حوار كيميائيه وفيزيائيه والهري ده؟ يعني ايه يعني؟ قال لك يعني لو مسير حركي هتبقى طاقه كيميائيه، لو برفيوم معين هتبقى طاقه كيميائيه، لو مسير حركه تبقى فيزيائيه، لو تفاعلات كيميائيه، لو مسير ضوئي تبقى طاقه ضوئيه الى اخره. طيب هنا بقى العضو اللي هو العضو اللي احنا اتفقنا اللي هو عضو خاص بكل، يعني مثلا لو الاذن يبقى عضو سمعي، بيستقبل هذه المعلومات المفروض ان هو يوديها للمخ، مش كده؟ المخ ده راجل بيتنك قوي، يقول لك انا ما اقدرش اتعامل مع هذه الطاقه. عارف انت لما تكون مانجر في شركه مثلا وجاي لك الـ 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 العملاء، فانت لازم تلبسهم يونيفورم معين عشان تعرف تتعامل معاهم. نفس الفكره، هو المخ ما يقدرش يتعامل مع هذه الطاقه، فيقوم انت في البيت اهو بتقول لا انا مش هاكل بيض، فماما تعمله لك بيض بالبسطرمه. فهنا المخ بيعمل ايه او العصب السمع بيعمل ايه او البصر whatever، يعني حسب نوع العصب، بيقوم محول الطاقه اللي جايه له سواء فيزيائيه كيميائيه الى اخره الى طاقه بيعشقها المخ اسمها طاقه كهروكيميائيه، خلاص، وبالتالي يتمكن الجهاز العصبي او المخ من التعامل معها. طيب اخر المراحل وهي مرحله تسجيل الاشارات، هنا بقى بيكون بعد ما العصب حول الطاقه اللي عايزها المخ بيقوم مقدمها للمخ، بيحولها الى المخ، ينقل هذه الاشارات الى المخ. هنا ينشط في جزء من ضمن المخ، ده اجزاء فصوص، في جزء خاص بالمخ خاص بالاحساس. هنا لما المعلومات الكهروكيميائيه اللي المخ بيحبها تجيله كانك بتدوس انتر، هنا بيسجل المخ عمليه الاحساس. السلايد اللي بعده، هنا المثال انا جايب لكم مثال توضيح. هنا قال لك مثلا لما يكون عندك اي مسير فهنا يقوم عضو الاستقبال البصري اللي هو الاستقبال الحسي باستقباله، وبالتالي يقوم العضو المستقبل بتحويل الطاقه وبالتالي ينقلها الى المخ فتحدث عمليه الاحساس. المثال التطبيقي عندك يتم الاحساس بصوره شيء ما، يجب ان تتوفر اول حاجه مسير ثم يستقبله ثم يحول الطاقه ثم يتم تسجيل الاشارات. ده مثال توضيحي بكل اللي حصل في عمليه الاحساس. يبقى احنا كده يا شباب احنا خدنا كده الاول، اول حاجه اول عمليه معرفيه بالنسبه لي هي اسمها الاحساس، خلاص، وخدنا ان الاحساس لابد يكون في اول مرحله بيمر بمرحله اولى اسمها مرحله التنبيه والاستثاره، تاني مرحله عندي اللي هي بقوم هنا بتسجيل بتحويل الطاقه ونقلها الى المخ، وبالتالي اخر مرحله عندي اسمها مرحله تسجيل الاشارات. بكده لحد وقتنا هذا المخ حس بشيء، انا كده جسمي حسيت بشيء، طب هو ايه؟ ده اللي هعرفه ان شاء رب العالمين في الحصه اللي جايه. اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي، احنا كده يكون انتهينا من اول دروس علم النفس. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله.